Hello everyone, this is Chef Nell with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. أنا هعمل كمية كبيرة، أنتم ممكن تعملوا كمية أصغر، نصف كوب زيت، زيت زيتون، بصلة كبيرة، ونحرك حتى تكون لونها غامق أو تدبل، يعني تقريبا خمس دقايق بتاخد، نوضع رأس رأس توم صغير، بنوضع الريحان الطازج يعني تقريبا عشرين ورقه حسب ذوقكم ولكن هو بيعمل نكهه كثير طيب هذه الطريقه الاصليه بنعمل كيلو طماطم مطحون على الخلاط بنوضع سكر 15 جرام معلقه كبيره سكر وبودرة مرق الدجاج بدل الملح معلقتين كبار أوريجانو خمسة جرام ملعقة كبيرة طبعا انتو فيكو هذه الطريقة الأساسية انتو فيكو تحذفوا شو بدكو ممكن تحذفوا المرق الدجاج تبدلوه بالملح ممكن تحذفوا السكر لكن هذه الأساسية وانتم حسب ذوقكم نعمل بيتزا البطاطا نفرم البطاطا نوضع ورق الزبدة جبنة مبشورة أي نوع انتو بتفضلوه وبنصفة البطاطا مثل ما انتو شايفين بالشكل هذا يعني فوق بعض إذا الصلصة مش متوفرة عندكم الصلصة ومش مجهزين الصلصة ممكن نوضع كاتشب نوضع قليل من الملح وبنوضع قليل من الفلفل الأسمر والأوريجانو أو الزعتر بديل الأوريجانو وبنوضع جبنة فوق الصلصة إذا مش مش موجود في صلصة بيتزا بنوضع كاتشب بنخبزها تقريبا نص ساعة 30 دقيقة على مية درجة الحرارة نعمل اللحمة المفرومة والتوابل هي مكتوبة على الشاشة التوابل نوضع البصل والتوابل التوابل هي اختياري وهيك أصبحت جاهزة اللحمة نوضعها بعد ما طلع الصينية من الفرن نوضع اللحمة ونوضع الجبنة ونلفها سهلة كتير وبسيطة كتير ولكن هي وجبة كتير روعة كتير طيبة ممكن نزينها بالبقدونس ونقدمها هيك كتير روعة وطعم كتير مميز مثل ما انتم شايفين في امان الله تزورونا بوصفه جديده من الاشتراك بالقناه اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه